نشرة أخبار السادسة من قناة كافان كات تي في. البداية مع العناوين: نقل امرأتين حاملتين على متن مروحية إلى المستشفى الميداني بميدلت. مقاطعة بني مكادة تقدم حصيلة عمل مجلسها للسنتين الماضيتين. وبيرني يحرج السيتي ويتعادل معه بهدف لمثله. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الجمعة بالرباط السيد خالد الشريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالعمليات والاندماج الجهوي، حيث بحث الطرفان مختلف أوجه التعاون المثمر بين المملكة والمؤسسة المالية الإفريقية. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء الذي حضرته على الخصوص مديرية مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب شكل مناسبة استعرض فيها الجانبان مختلف أوجه التعاون المثمر بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل العديد من قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويواكب الاستراتيجيات الكبرى التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات. تم أمس الجمعة نقل امرأتين حاملتين على متن مروحية تابعة لوزارة الصحة إلى المستشفى الميداني المدني الذي أقيم بجماعة إميلشيل بإقليم ميدلت، حيث تم إسعافهما من قبل فريق طبي متعدد التخصصات. وتقطن المرأة الأولى البالغة من العمر 30 عاماً بدوار ألمغو الواقع على بعد 20 كيلومتراً من إميلشيل، والثانية 39 عاماً بجماعة توربديت التي تبعد بحوالي 18 كيلومتراً من إميلشيل. ووفق المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة ساحل عبد القادر، فقد تم هذا التدخل بدعم من السلطة المحلية التي وفرت آلة لإفساح الطريق لسيارة الإسعاف. وتندرج هذه العملية في إطار عملية رعاية التي تروم تقديم المساعدة للنساء الحوامل والرعاية للمتضررين من موجات البرد التي يعرفها بالخصوص إقليم ميدلت. نظمت مساء أمس الجمعة مقاطعة بني مكادة بطنجة لقاء إعلاميا لتقديم حصيلة عملها للسنتين الماضيتين. ريبورتاج في الموضوع عادل الورياغلي الطويل وسفيان العشاب. بمناسبة مرور سنتين على تولي تسيير شؤون مقاطعة بني مكادة بطنجة، نظم المكتب المسير لقاء إعلاميا مساء أمس الجمعة لتقديم حصيلة عمل المجلس. وعن هذا اللقاء يقول محمد خي رئيس مجلس المقاطعة: أنا لا يمكن أن أقول أنها مشرفة ومشرفة جدا، وأنا فخور بها. وهذا ليس ادعاء ولا كلام إنشائي يقال. أنا قدمت حصيلة في كتاب 120 صفحة تقريبا، فيها المعطيات والأرقام والإجراءات والتدابير وتفاصيل المملة عن كل مجال من مجالات اشتغال ديال المقاطعة. أرجو الرجوع إليه للجواب استفاضة عن السؤال ديال الحصيلة إن شاء الله. اللقاء الذي عرف حضور مجموعة من الإعلاميين الممثلين لمختلف المنابر الصحفية بالمدينة لم يخلو من بعض المشاحنات الكلامية بين الرئيس وبعض المواطنين الغير راضين عن الطريقة التي تدبر بها شؤون المقاطعة. مشكل قناة واد بوحوت، هذا المشكل اللي سبق أننا تكلمنا مع رئيس المقاطعة، خصوصا في الشق المتعلق بالتنظيف القناة، مع العلم أن دائما الرئيس في أي تواصل معنا حول هذا المشكل كيحاول يهرب من المشكل اللي كنطرحوه حنا كجمعيه، وكيمشي يتخبى عمر واحد المشكل اخر اللي هو التغطيه. حنا كنقولوا السيد الرئيس راه فاقد الشيء لا يعطيه، ميمكنناش نتكلموا معكم على تغطيه واد بوحوت وهذا ماشي الشغل ديالكم نتوما. حنا كنتكلموا معكم في اطار الاختصاصات ديالكم نتوما كجماعه ترابيه اللي هو السهر على تنظيف قناة واد بوحوت. الوعود ديالكم اللي تكلمنا عليها ماشي وعود انتخابيه، حنا كنتكلموا على وعود تعطات اثناء لقاء في الباب ديال المقاطعة أثناء وقفة احتجاجية معينة نظمت الساكنة. تكلمت وقلت بالحرف باللي انتوما أقصى ما يمكن لكم تعملوا أنكم تنظفوا هذه القناة من الأزبال ومن من من الأمور اللي كتنغص على الساكنة العيش اليومي ديالها. فمن ذاك التاريخ، وهذا الشيء راه مسجل بالصوت الصورة السيد الرئيس، من ذاك التاريخ حنا كننتظروا ولحد الآن ما كاين والو. محليا دائما، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك أمس الجمعة بميناء طنجة المتوسط من حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي.
وأفاد مصدر أمني أن عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن الوطني وإدارة الجمارك إثر عملية مراقبة بواسطة جهاز سكانر تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في هيكل شاحنة للنقل الدولي كانت في طريقها نحو أحد الموانئ الإسبانية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده في الثلاثينيات من عمرهما وتمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قصد تعميق البحث في القضية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة. وفي الخبر الدولي، قال متحدث باسم الشرطة الأفغانية اليوم السبت إن 25 مسلحاً قتلوا خلال 24 ساعة الماضية عندما هاجمت قوات الحكومة مواقع تابعة لحركة طالبان في مقاطعة فرياب شمال البلاد. وأضاف المتحدث أن 4 قادة من حركة طالبان بينهم القائد الشهير موالي يوسف كانوا بين المسلحين الذين لقوا مسرعهم في الغارات التي تم شنها في منطقة خواجة سابوش. دولياً أيضاً، أنقذت فرق خفر السواحل التركي اليوم السبت 84 سورياً عالقوا في عرض البحر المتوسط بعد تعطل محرك قارب كانوا يستقلونه. وأوضح بيان صادر عن ولاية مرسين أن إدارة خفر السواحل في ولاية مرسين تلقت نداء استغاثة من القارب الذي يقل السوريين قبالة شواطئ منطقة تاجوشو بولاية مرسين ولم يتسنى معرفة الوجهة التي كان يقصدها السوريون. وفي الشق الرياضي، اقتنس بيرنلي نقطة ثمينة أمام ضيفه المتصدر مانشستر سيتي بتعادله معه بهدف لمثله اليوم السبت على ملعب تيرف مور بافتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. رياضياً أيضاً، حددت رابطة المحترفين بالمغرب يوم 20 مايو أيار المقبل موعداً لنهاية مسابقة الدوري الممتاز والتزمت الرابطة بمذكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي عممها على مختلف الاتحادات القارية وخاصة البلدان المشاركة في مونديال روسيا المقبل من أجل إتاحة فرصة التحضير المبكر والجيد أمام منتخباتها. وسيكون أمام لجنة المسابقات بالمغرب تحدي كبير لإنهاء المسابقة في هذا التاريخ بسبب التزام 4 أندية وهي الوداد والرجاء وكذلك الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان بالمشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية مما سيتسبب في تأجيل عدد من مبارياتها بالمسابقة. وستلجأ لجنة المسابقات لبرمجة بعض مباريات يوم الأربعاء من أجل إنهاء الموسم في التاريخ المحدد من الفيفا. نهاية النشرة، للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني kavankatr.tv. شكرا على حسن المتابعة.